واهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من ميك اب الابراج مع ساره. اول برج لليوم رح يكون برج الميزان، واللون تبعه هو اللون الابيض. الايلاينر اللي رح استعمله اليوم رح يكون من نيكس بروفيشنال ميك اب، اسمه وايت ليكويد لاينر. برج الميزان معروف انه اجتماعي، عنده شغف وكتير كلاسي وانيك. ثاني برج لليوم رح يكون برج العقرب. معروف برج العقرب انه شخصيته كتير مثيرة للنظر، رائع وهو مثير. الالوان تبعه رح تكون اسود وماروون. لون الماروون هو الاحمر الغامق او البوردو. مشان هيك اللوك اللي رح اعمله رح يكون ايلاينر باي شادو اسود مموه، ورح حط على شفافي لون الماروون. بفرشاية للدمج صغيرة رح بلش بالاسود فوق العين. انا وعم برسم الاسود عم برسمه بطريقة الايلاينر، ما ضروري يكون كتير مرتب لانه رح نرجع ندمجه. نفس الفرشاية بننظفها منيح بالكلينكس وبندمج اللون الاسود كرمال يبين كتير مموه. هيدا الحركة انا على طول بعملها اذا ما الي جلد اعمل ميك اب، فبحسها بتعطي لوك كأنه نحنا شاغلين على الميك اب تبعنا وعاملين ميك اب بس بأقل جهد ممكن. وهلأ صار وقت اللبستيك. هيدا اللبستيك اللون انا كتير 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 بحبه. رح ننتقل هلأ لبرج الجدي. برج الجدي المعروف عنه انه حاد عنيد ومغامر، والالوان تبعه هي اسود ورمادي. مشان هيك رح اعمل اي لوك بالاسود ورمادي. بفرشاية دمج صغيرة رح بلش ارسم اسود بشكل في على عيني. رح ارجع اخد فرشاية دمج اكبر ورح ادمج الحدود تبع الاسود. بإصبعي رح اخد اي شادو لونه رمادي ورح بلش طبقه على اول العين. لا تحت العين رح بلش طبق اللون الاسود على طرف العين، وبأول العين رح استعمل اللون الرمادي. برج الحوت المعروف عنه انه غامض جذاب وصريح، واللون تبعه هو لون الموف الفاتح، ورح طبقه على كل العين. واذا حابين نكون مجانين اكتر او صريحين اكتر بهالبرج، فينا نحط فوق عيننا ليبستيك او ليب جلاس باللون الموف الفاتح كمان، بحس بيطلع كتير حلو. انا كتير 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 حبيت، قولوا لي رايكم بالكومنتس. برج الدلو المعروف عنه انه كتير اجتماعي، كتير مبدع بشغله وكتير ذكي، ولونه المفضل هو البيربل او البنفسجي. وبدي اخبركم شغله، اذا عيونكم عسليات او خضر تبعوا هذا الميك اب لانه رح يبرز لكم عيونكم بشكل كتير حلو. لهاللوك رح اتبع الوان ترابيه فوق العين، وتحت العين رح احط اللون البنفسجي. اول لون رح استعمله رح يكون هيدا اللون البني الفاتح. رح طبق هاللون على منطقة الكريز. بإصبعي رح اخد لون شمر بينك فاتح، ورح طبق هيدا اللون بنص العين كرمال اضوية. لتحت العين رح استعمل لون بنفسجي، ورح طبقه على خط الرمش. وهيدا هو اللوك النهائي لبرج الدلو. هلأ صار وقت برج القوس يلي هو البرج تبعي. المعروف عن برج القوس انه الشخصية تبعه كتير وايلد، كتير متوحشة، حالم وجريء. الالوان تبع برج القوس هن اللون الاحمر القوي او الاحمر الفائع واللون الكاكي. اوكي اللون الكاكي ما كتير بحبه انا شخصيا صراحة، فرح نعمل ميك اب باللون الاحمر. لهاللوك كل شي رح استعمله هو ليبستيك احمر.
رح اخد شوي من الليبستيك الاحمر على ايدي، واللي رح اعمله هو رح اعمل دبل ايلاينر، يعني رح اعمل ايلاينر فوق عيني ورح اعمل ايلاينر على الكريز. هيدا اللوك كتير 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 دارج، بس بدنا ننتبه اذا بدنا نستعمل ليبستيك تكون النهاية تبعه مطفية. جايز انا مغرومة بالايلاينر الاحمر، واو كتير حلو. سو بهالطريقة بنكون خلصنا العيون، انا كتير حبيتهم. وهلا رح ننتقل للليبستيك، رح استعمل نفس اللون على شفافي. جايز انا كتير 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 حبيت الميك اب، صحيح انه كتير جريء بس انا ممكن حطه اذا في مناسبة بتسمح لهيك ميك اب، انا اكيد بحط هيك ميك اب وكتير حبيته. So guys هيدا كان الفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا منه. اكتبوا لي بالتعليقات انتو شو برشكون، واذا حبيتوا اللوك تبع برشكون او بتفضلوا لوك تاني. واكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبع ياسمينة، تعملوا لي سبسكرايب على الشانل تبعي، تكبسوا على زر الاشعارات وتتابعوني على انستغرام وتيك توك.